السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في عبد الرحمن. اليوم جايب لكم مقطع جديد يا عيال. أبديت فورتنايت توه نازل، ولكن ضافوا طور جديد أو تقريبا ماب جديد. حاب أني استكشفه معكم مع بعض، لأني أنا اللي سمعت أن الماب بيكون مرة ممتع، يعني تريح فيه وريلاكس وحركات زي كذا، ما في عرق يعني. يقولون حتى بعد يعني ما في بناية وما في أسلحة، حرفيا زي يقولون زي ملاهي، أنك تروح في ألعاب وفي أماكن يعني تتهنى فيها، يعني ممكن لها عرق كرياتيف بس حق اشياء الفله. فخلونا نستمتع مع بعض ونشوف ونستكشف ايش هو الماب الجديد اللي اضافوه فورتنايت، وهل في الغاز او لا. يلا قبل ما يبدا مقطع يا عيال، ودي قبل ما يقطع مقطع اليوم كيف يا عبد الرحمن؟ قبل ما يبدا مقطع اليوم، حاب اقول لكم ان السعوديه راح تطلق اكبر واقوى بطولات تنافسيه للالعاب الالكترونيه والذهنيه، يعني بهاشتاج لاعبون بلا حدود. اوكي، جوائز ماليه تبلغ 10 مليون دولار تروح لمواجهه فيروس كورونا، ومبلغ 2 مليون دولار جوائز لكم انتم يا المشاركين في البطولات. الرابط تحت في الوصف، والبطولات تحت رعايه اتحاد الرياضات الالكترونيه والذهنيه. ما اقدر اقول الا والله عز يا وطني، قسما بالله العظيم من المملكه العربيه السعوديه كل يوم تبهرنا بشيء جديد. الله يعطيكم الف عافيه، اتمنى تشاركون تحت وتورونا موهبتكم. تراك تقدر تكون انت في البيت كذا قاعد لحالك تكسب فلوس من البطولات والمشاركه في اكثر في العديد من الالعاب. الرابط تحت الوصف، روح اشترك وسجل في البطوله الان. يلا مع السلامه، خليكم على المقطع. طبعا الان حنا في اللوبي، ضافوا الطور هذا اللي هو اسمه بارتي رويال. انا صراحه ما عندي احد، وحيد، فببدا لحالي. فخلونا نشوف ايش وضع الماب وايش فيه، يعني ان شاء الله ممكن يفيدكم. خلونا نستكشف مع بعض. تحمس توني محمل الابديت انا قبل، يقولون تو نازل الماب هذا قبل ساعتين، ما ادري اذا من زمان نازل ولا لا. إيه طبعا هذا هو الماب زي ما تشوفونه الان قدامكم. ماب صغير صراحه، شكله حلو لكن ما ادري ايش فيه. هنا شكله هنا اوكي في العاب، انا اعرف ان في العاب شكله. هذا لعبه بالدباب، وهذه لعبه بالجلايدر، وهذا لعبه بالقارب، وهذه لعبه بالكوره. اوكي بنروح بنجرب حقة الملعب. ايش في بعد زياده؟ ما في، بس خلينا نستكشف مع بعض. هم يتمشون صراحة، شيء ممتع كذا تريح فيه. اوكي، هذا مطعم تاكو، وهذا مطعم حق السمكة اللي هو اسمه ستيكس يوم يوم مكتوب هنا. خلونا نشوف ايش في شيء فوق يمين يسار، ما في. اوكي والله صادقين زي يعني تقريبا تعرفون الوينتر لاند اللي يكون زي ملاهي يعني. شوفوا ها هذا المدخل، والله تدرون ايش يذكرني؟ يذكرني لو تروحون تشوفون الفلوج حقي حق كاس العالم حق فورتنايت، كان زي كذا الشعور. هذا في سلاح هنا، ها سلاح جديد. اوكي ما في طلقات، ما علينا، احنا ما قاعدين ما نعرق احنا. هذا سكن اللاما والديفولت. اوه هذه الريد نايت. اوكي عمي ايش بالضبط هنا؟ يعني زي المحلات تبيع مفروض كانها بالحقيقه. خلونا نشوف شيء في الماب، نروح هذا ايش نشوف ايش هذا اول شيء. لا اصبر خلينا نشوف هذا مثلا. اوكي حلو، خلينا نشوف هذا حق التليفون ايش يسوي، لونه ازرق اللي هو هذا هو اتوقع صح؟ خلينا نشوف، يقول لك تشينج ابييرنس. اوه شكلك تقدر تغير السكن حقك. اوكي حلو حلو حلو، نوت باد. حط انت الديسكو. هلا والله غيرت ملابسها. خلينا نروح نشوف المسرح. السلام عليكم. شكلهم تأثروا بالحفلة حقت الحدث، قالوا خلينا نحط مسرح. خلونا نشتري ايتمز. ممكن نحتاجها ما ادري ليش، بس اللي يقولون انها تراها مو بحق تعرق ابدا، وبس تطقطق يعني مع اخوياك مع الناس وفي فعاليات. ف اوكي مين ستيج نيو لوكيشن ديسكفرد. اوكي هذا المكان جديد. اها اوكي، هنا تسوي الحفله حقتك يعني انت اخوياك. والله شك احس بيبدون يسوون تسريبات هنا مو باللعبة نفسها، ممكن يسوون تسريبات هنا.
خلينا نشوف شو نسوي. ذا نطير. ذكرني بحدث مارشميلو. اوكي خلونا نروح نستكشف بعد شيء زياده. هو اذا ما خاب ظني اتوقع تركيزهم اكثر ان يسوون هذا الشيء للناس اللي ما تبغى تعرق، والناس اللي تبغى كذا بس تكون قاعده تبي تسولف مع ناس، تخش سكواد، تخش البارتي هنا تسولف مع ناس، تتعرف على ناس جدد. اتوقع هذا الشيء اللي هم الوحيد اللي ممكن يسوونه. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل بيطورون هذا الشيء؟ هل اذا مثلا عجب الناس بيطورونه زياده؟ ممكن. خلينا نشوف ايش يسوي هذا الرف. اوكي خليك تشوف الماب كله. اوه لا 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 دقيقه، هذه لعبه الحين. اوكي جيم 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 جيم. اوكي هذه لعبه مو بس تشوف الماب. اوكي نوت باد. خلونا نروح نشوف حق الدباب، ايش سالفه الدباب. او حلو الاغنيه تتتيرت حق سيزن 3. وين الدباب؟ هذا الدباب. طيب وين من وين اخذ دباب؟ الو عطوني، من وين تاخذون دباب؟ من وين تاخذون دباب؟ ابي دباب. من وين يجيبون دباب يا عيال؟ والله العظيم غش. اوه هذا سلاح جديد. الا والله لحظه. اوه يغير لونك، والله حلو ممتع. اشياء تركيزها الاغلب على الناس مثلا الصغار اللي نقدر نقول. ما اتوقع اني انا مثلا بكون اقعد هنا الا اذا كان في فعاليات حلوه يعني. لكن زي هذا حق الدباب الحين انا ابي اجربها، بس من وين اخذ دباب انا ما اعرف. لحظه من وين اخذ دباب؟ يا الله خلونا نروح نجرب حقة القارب. طيب يمكن القارب فيه. اوكي هناك في فندق مشين نقدر ناخذ القارب. اوكي حلو. هنشوف هذا ايش يسوي. ما بس كذا. اوكي توقعتها زي الجرابلر على قوت فيصل جلابلر. خلنا ناخذ القارب نشوف. بالله يا عيال اذا في الغاز في هذا الشيء، لان انا ما اتوقع فورتنايت تسوي اشياء بس كذا، احس انه في الغاز. يلا بسم الله خلنا نبدا القارب. اوكي ليتس جو. اوكي عاد انا لعبتي قارب، ها ما اعرف حتى اتحكم فيه لاني ما قد استخدمته اصلا اللي مرات قديم. اوكي يعني اشياء بله يعني، ما ودي اقول اوه واو. صراحه انا دخلت متحمس قاعد اصور المقطع هذا، توقعت ممكن شيء مو بافضل، هو شيء حلو للامانه بس مو كتركيز لي انا، فهمت؟ اوكي نوت باد. خلونا نرجع الماب، خلونا نرجع نشوف اذا في شيء ثاني ولا بس هذا. اوكي شكلها تلميح ان الريفت بيرجع. هذا ذا بلازا، هذا حقت الموسم والله ناسي التاسع الظاهر. يعني نوت باد، تحط ولدك صغير. هذا ايش؟ هذا شكله تلميح. يعني تحط ولدك كذا تقول له يلا راح العب فورتنايت، تحطه هناك قل له يلا راح العب حبيبي، يلا يحسب انه يلعب جيم بس ما يدري انه ما في عرق يعني. ايه ليه راح الصوت؟ ليه راح الصوت؟ ها؟ وش السالفة؟ وش السالفة؟ اوكي اه اللعبة يعني؟ اوكي وي اوكي نوت باد
الزبده المغزى من الموضوع هو ان اغلب انك بس يعني تحط ولدك هناك ولا تيجي تروح تستانس هنا. بس انا اشوف ان المبات المب مره حلو، لكن يعني الملاهي بالعامه مره حلوه، لكن ما في العاب حلوه يعني ثلاث العاب تقريبا. احس المفروض يجيبون اشياء حلوه لدرجه ان يعني تخلي الواحد يعرق. مثلا تذكرون ذاك الجيم اللي جابوه تدريب الايم ولا باركور، اشياء قويه يعني زي اشياء الكرياتيف معنا تكون هنا يعني. بس برضو يعني الكرياتيف له مكانه وهذا المفروض له مكانه. بس اتوقع هذا غطينا كل شيء الاغلب. بقى حقه الكوره ما راح نخرج، نشوف حق الكوره. اوكي تقريبا وصلنا عند مكان الكوره. اصلا نسيت اني قلت لكم في بدايه المقطع اني ابي اروح عند مكان الكوره، ما ادري وش فيه لكن الناس قاعده ترقص هناك. طيب نيو سوكر بيتش. اوكي طيب وين العب بس كذا؟ ها ابي العب. طيب نبي نلعب يا اخوي نبي نلعب. يلا يا عيال نلعب 6-6. بس ما في شكله والله توقعت نلعب كوره. شفت يعني مثلا لو يجيبون جيم مود ان احنا نلعب كوره مثلا كذا ونتحكم بالكوره كذا زي فيفا، اتوقع مره بيطلع حلو، شيء حلو. ما تدرون يقدرون يسوون الفورتنايت، يقدرون يسوون اي شيء كذا. نلعب كوره تحكم يعني بالشخصيه نفسها، ويشوت مربع ال2 يرفع يناول. اوكي ما يضبط. اوكي خلاص يعني انهي المقطع الزبده. حبيت اني اسوي لكم مقطع خفيف تشوفه عشان تعرف ايش هو الماب. زي ما قلت لكم الاغلب انك ريلاكس يعني ملاهي ريلاكس وبس. اتوقع انهم بيضيفون اشياء اكثر ممكن، وبيسوون تسريبات اكثر في نفس الحدث هنا، ما ادري. الزبده اتمنى عجبكم مقطع اليوم. لا تنسون اللايك، لا تنسون الاشتراك. ادري ان المقطع مره خفيف. ان شاء الله نشوفكم في مقطع بكره باذن الله. نحاول ننزل يومي احنا في رمضان، بس قبل امس سحبنا يعني. بس ما عليك طرت نفسي عشان السحبه. يلا مع السلامه، باي. لا تنسون اللايك، لا تنسون كود FRL. I'm gonna go get some more.